وجهات نظر، كل اللي هقوله وجهات نظر في الحلقة. أنا شايف إن مبدئيا قرار إنه اتحط في التشكيلة الأساسية مظبوط، لأن الراجل جاي جاهز، وكان التشكيلة الأساسية التشكيلة القايمة القايمة يعني. بكرة بقى إن شاء الله برضه هيكمل، ممكن افرض بكرة شاله، بس أنا أعتقد هو حطه هيبقى موجود، لكن صعب يبدأ، صعب يبدأ يعني 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 عارف، ما شفناش غير مع الكابتن مجدي طلبه لما جه وراح على مباراه المحله والاهلي كسب 2-0. ما فيش لعيب جه من بره دخل على طول لعب مع الفرقه، صعب يبدا. لكن طالما حطه المدير الفني، حطه في قائمه المباراه، اذا هو جاهز يبدا ما يبداش، ما ربما يكون مفاجاه. على فكره فايلر بيشتغل بفكره المفاجاه، وعمل كده قدام الزمالك لما لعب اجاييه، بالذات اجاييه اللي هو كان بعيد خالص ومحدش متخيل انه يبدا ويلعب، وان اللاعب يكون موفق بهذا الشكل، فكل شيء وارد. لكن وجهه نظري ان 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 بادجي ممكن يكون على مقاعد البدلاء في بدايه المباراه، وهي الدربكه شويه اللي هتبقى في دماغ الراجل. الجزء الامامي الجزء الخلفي مع النادي الاهلي سهل، يعني ممكن يبقى يعني وضعيته سهل، سواء كان في حراسه المرمى او خط الدفاع او قلبي الوسط، لكن الرباعي الامامي ده يعني الله يكون في عونه. كل اللعيبه جاهزه، الفتره اللي فاتت ده احمد الشيخ بشكل كويس كان كويس، ادى وليد سليمان كان كويس، قفشه كويس، كهربا يلعبه ولا يقعده على مقاعد البدلاء. انا وجهه نظري ان 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 الرباعي الامامي لو قفشه مع حسين مع كهربا مع اجاييه ده رباعي حلو قوي. هو ممكن يبقى الرباعي يبقى حسين ويبقى الشيخ ويبقى وليد سليمان ويبقى اجاييه. على طول فايلر عامل لك حيره يعني في لان في الموضوع. كمان عنده لعيبه جاهزه كتير، عنده لعيبه جاهزه كتير اه، وكده كده جزء هيبقى موجود وجزء هيبقى معاه يعمل ان شاء الله الفارق لو عايز يغير. لكن ربنا يحمي اللعيبه ما تبقاش في تغييرات اضطراريه، تمام، يبقى تغييرات فنيه. انيس برضو